الشباب اليوم، برافو الشباب اليوم. لكن أمامنا كورة، أمامنا فرصة، أمامنا جول، أمامنا جول. كوليبالي جاب اللي في بالي، الهدف الثاني لصحم، هدف التعادل لمصلحة صحم سجله البوركيني في اللحظات الأخيرة. الشباب لعب مباراة كبيرة لكن صحم يخطفها في الشوط الثاني. صحم الآن يعود من أمام الضيف ومن أمام القادم الجديد البوركيني. كولوبالي يسجل هدف التعادل بعد هفوة دفاعية قاتلة من الأخطاء النادرة القليلة. دفاع الشباب لم يخطئ كثيرا لكنه عندما أهدى البوركيني هدف التعادل، بل أهدى الموج الأزرق هدف الآن في غاية الأهمية. المباراة ذاهبة إلى الترجيح، المباراة ذاهبة إلى ركلات الترجيح. الشباب اعتمد على الهدفين في أول 8 دقائق، تراجع كثيرا ولكنه لم يصمت طويلا، بل الدقيقة 90 شهدت التعادل لصحم. الجماهير الزرقاء الآن والرايات الزرقاء ترتفع.